نفترض ان انت في مدرسة او جامعة والبنت اللي انت معجب بيها جاوبت على حاجة صح، هتروح لها بعد المحاضرة تقول لها؟ تبدأ كلام ازاي مع البنت بكل ثقة وانت ضامن انها مش هتحرجك وانك مش هتتكفي على وشك؟ بعد الفيديو بتاع تعمل ايه لما البنت تبصلك، وعرفنا من الفيديو ده ازاي تتصرف صح وتكتسب الجراءة وتاخد الرد الفعل المناسب من غير خوف، جات لينا تعليقات كتير على الفيديو بتطالب ان احنا نعمل فيديو عن ايه افضل الدخلات اللي تتعرف بيها على البنت. انت عرفتنا نعمل ايه لما تبص لنا، شكرا جزيلا. عرفنا بقى لما ندخل نكلمها نقول لها ايه. حسيت ان الناس محتاسه، عندها مشاكل كتير في الدخله، في فتح مواضيع مع البنات اللي معجبين بيهم. ايه الدخله الصح اللي ادخل بيها على البنت واقدر اكلمها وتجيب معايا؟ الحقيقه ان انا كنت ناوي اعمل الفيديو ده يمكن قبل الفيديو بتاع تعمل ايه لما تبص لك، لان للاسف بشوف ان في شباب كتير بتعك. مرضتش اتاخر اكتر من كده واعمل لكم الفيديو ارضاء لطلب الجماهير. طيب يا سيدي شكرا. وارضاء بقى ليا، انزل روق عليا بلايكاتك وتعليقاتك الحلوه ويلا بينا ندخل في المفيد. ليه بدات كلامي معاكم بان في شباب كتير بتعك في الدخله الاولى على البنت؟ لانهم بيدخلوا نفس الدخله الغلط حتى لو كانت الجمل مختلفه. انا معجب بيك، انا حبيتك من اول نظره، هاي ممكن نتعرف؟ متخيل نفسه اسر ياسين طبعا وهو بيقول الجمله دي، وبيزعل لما البنت ما تديلوش وش وتسيبه وتمشي او تعمله بلوك. حضر يا معلم ورقه وقلم وكمل الفيديو للنهايه وشغل دماغك معايا الله يرضى عليك، لان هوفر عليك اي فيديو تاني على السوشيال ميديا بيتكلم في حوار التظبيط ده. هعرفك ازاي تظبط من السوشيال ميديا او من ارض الواقع، هعرفك الدخلات والجمل اللي تقولها للبنت في بعض الاماكن وهتجيب معاك وهتدعي لي، وهحذرك من الاوقات اللي ما ينفعش تقول فيها الجمل دي، وهخليك تستبدلهم بجمل تانيه هتظبط معاك. ارجوك ارجوك الجمل بتاعت انا معجب بيك وحبيتك من اول نظره وهي ممكن نتعرف تنساهم للابد، ده لمصلحتك. انا مراعي ان في شباب كتير محتاسه بسبب اعتقادهم ان البنت ليها 100 قفل ودماغها معقده وصعبه تتفهم، ولكن دي حاجه ممكن تكون برضو في صف الشباب، لان ده معناه ان في 100 مفتاح لل 100 قفل وانت محتاج منهم مفتاح واحد بس. هبدا معاك ان اقول لك امثله عن دخلات وجمل اتجربت قبل كده مع بنات في مواقف معينه وظبطت، وانت هتفهم من الامثله اللي هقولها لك قواعد اللعبه والموضوع بيمشي ازاي، وهتبدا بقى تتفنن وترتجل بعد كده زي ما انت عايز، او لو انت عايز تحفظ حاجه معينه وتكررها في نفس الموقف براحتك برضه، دي حاجه ترجع لك. بس قبلها لازم اعرفك انواع الدخلات. في الدخله المباشره وهي الدخله الصريحه جدا، ان انت داخل تعرفها بنفسك وتتعرف عليها وتاخد رقمها علشان تظبط خروجه معاها بعدين. وفي الدخلة الغير مباشرة اللي هو انت داخل تسألها عن حاجة معينة او تفتح اي موضوع وبعد كده تبدأ تلمح ان انت معجب بيها. وفي دخلة الصالونات، ودي بقى الدخلة الرسمية، دخلة الجواز على طول، ان انت اهلك رشحوا لك بنت فرحت تتقدم لاهلها وقعدوك مع البنت، هتقول لها ايه وايه المواضيع اللي هتتكلم فيها والمواضيع اللي ما ينفعش تتكلم فيها في القعده دي. الدخله المباشره هي الدخله اللي فيها ريسك عالي، الدخله دي ليها قواعد واصول، مش كل المواقف ينفع تخش تتكلم مع البنت بشكل مباشر، حتى لو انت داخل باحسن لاين وواثق من نفسك بنسبه كبيره مش هيبقى كفايه. خليني اعرفك على المواقف اللي ينفع فيها الدخله المباشره، وهي المواقف اللي مش هتتكرر تاني، بمعنى شفت بنت في مكان وصعب ان انت تشوفها مره تانية، زي مثلا المصيف، بنزينه، ماشيه في الشارع. دي المواقف اللي نستعمل فيها الدخلات المباشره، لان احتماليه ان انت تشوف البنت دي مره تانية ضعيف جدا. هقول لك امثله دلوقتي وجمل تستعملها في المواقف المباشره وعن تجربه. الموقف رقم واحد، ازيك؟ الموضوع عشوائي فشخ، بس انا شفتك وشكلك لفت نظري، كنت لازم اجي اسلم. انا اسمي عماد، انت اسمك ايه؟ الموقف رقم اتنين، البنت كانت في الجيم وبتلعب على جهاز، ودخلت اقول لها ينفع العب معاكي لاني عندي نفس التمرينه. البنت قالت طيب ما في جهاز تاني هناك اهو، ما تلعب عليه. اه ما انا عارف ان في جهاز تاني، بس الحقيقه بحكها علشان اتعرف عليك، هو مش باين ولا ايه؟ البنت بابتسامه كده، لا باين الحقيقه، بس مش فاهمه ليه. الحقيقه انا شفتك كذا مره في الجيم بس بتكوني نازله مع صحابك، فما بيكونش عندي فرصه ان اتكلم معاكي، لما لقيتك النهارده لوحدك قلت ان دي فرصتي وحبيت اجي اتكلم. الموقف رقم 3، في الجراج رايح اركب عربيتي ولقيت بنت بتركب عربيتها، فروحت وقفت جنب الشباك العربيه بتاعتها وقلت لها باركنج 30 جنيه. البنت بصت على الولد شويه وراحت فاتحه شنطتها تطلع الفلوس، بعد كده افتكرت ان هي بتدفع فلوس الباركنج عاده قبل ما بتركن وهي دفعتهم. قالت له لا انا دافعه. قال لها هو انت صدقتي بجد ان انا سايس؟ ده شكل سايس برضو. ضحكت وقالت ما انا برضو استغربت بصراحه، الفكره اني كنت حابب اتكلم معاكي فما كنتش عارف اقول لك ايه، فاضطريت ان انا الف الفيلم ده. قالت له لا بصراحة الدخلة عجبتني. ممكن تحس ان الامثلة او الشخص اللي بيقول الكلام ده دمه تقيل وغلس وبيض، ومستحيل ان في بنت تستجيب للكلام زي ده، بس خليني اقول لك ان انت لما بتبقى في المواقف دي لما بتعملها بتبقى مقبولة، خصوصا لو شكلك لطيف وبتتعامل بذوق وابتسامة حلوة على وشك، عكس لما تحكي عنها زي ما انا بعمل دلوقتي بتتحول لسخافة.
الدخلات الغير مباشرة ليها قواعد برضو ومواقف محددة تستخدمها فيها، زي مثلا معجب بزميلتك في الشغل او زميلتك في الجامعة وبتشوفها كل يوم. ما بفضلش ابدا ان الدخلات المباشرة تبقى في المواقف اللي زي دي، وده بسبب ان ممكن البنت تكون مرتبطة ما تملاش عينها يا سيدي، ساعتها مش هتدي لك وش، فهتضطر ان انت كل يوم تشوف البنت وهتبقى محرج وتحاول ان انت تتجنبها سواء في الجامعة او في الشغل. اما البنت اللي في الشارع او في البنزينة او في المصيف، احتمالية ان انت تشوفها مرة تانية صعب، وهي اصلا بمجرد ما يعدي كام يوم هتكون نسيتك، فاحساس الرفض او الاحراج مش هيكمل معاك فترة كبيرة ومش هتضطر لمواجهة تبعياته. دلوقتي هقول لك امثال او جمل تستعملها في المواقف الغير مباشرة وعن تجربة. الموقف رقم واحد، معلش بس هو انت شغالة في قسم كذا؟ لا انا شغالة في القسم الفلاني. هو انت شغال معنا؟ انا شغال في كذا كذا. اوكي تشرفنا، الشرف ليا، اسمك ايه واسمك ايه، وهتبتدي كلام عادي. الموقف رقم 2، انت تقريبا معايا في السكشن، سكشن 12 مش كده؟ ليه؟ كويس قوي، انا المحاضره اللي فاتت ما حضرتهاش، وتقريبا الدكتور بتاع الماده دي انا ما حضرتلوش اي محاضره من اول الترم. هو بياخد حضور وغياب ولا لطيف والدنيا حلوه؟ لا هو بياخد حضور وغياب. انت اسمك ايه؟ سلمى. طيب يا سلمى، انت محضره له اي محاضرات في الكشكول بتاعك؟ طيب مصلحه حلوه قوي، شكلك دحيحه وهستغلك. تستغلني؟ انك تبعتي لي المحاضرات اللي فاتتني، وما تقلقيش قصاد ده هخلي امي تدعي لك احلى دعاء ان انت تنجحي. البنت بضحك اذا كان كده ماشي مفيش مشاكل، وتبتدي تودي في الكلام. ميزه الدخلات الغير مباشره ان انت ما بتختلقش موقف، انت بتسالها في حاجه طبيعيه، حاجه تبع الشغل او حاجه تبع الدراسه، انت بتحط نفسك هنا في خانه الامان في حاله ان البنت ما تجاوبتش معاك، ما جاتش سكه بالبلدي كده. موقف عادي بيحصل بين اي حد في البيئه اللي انت فيها، وما بتبينش ان انت معجب بالبنت. في حاله ان البنت تجاوبت معاك ولقيتها بتتكلم ولذيذه، ما تقلبش موقفك بسرعه، ما تعرفهاش في نفس اليوم ان انت معجب بيها وكنت بتتلكك عشان تكلمها، استنى شويه، انت خلاص كسرت حاجز الكلام ما بينكم. فحاول تقرب منها عادي، لما تحس ان هي بدأت تكون متقبلك شوية اكتر من مجرد زميل تقدر تعترف ليها بحاجة زي كده. والميزة التانية في الدخلة دي انك بتاخد انطباع عن البنت، انت في الاول كنت منجذب لشكلها بس، دلوقتي عندك فرصة ان انت تعرف دماغها اكتر وطريقتها في الكلام وشخصيتها. ياما بنات شكلها حلو بس شخصيتها ما تتعشرش، فتقدر تحدد ساعتها انت منجذب لها فعلا ولا كان مجرد اعجاب وراح لحاله. عيب بقى الدخلة دي عن الدخلات المباشرة انها بتاخد وقت، عكس الدخلة المباشرة بتاخد وقت ان انت تبدأ تقنعها بيك وتتحول من مجرد زميل لمجرد شخص محطوط في خانة اذا كانت هتعجب بيك او لا. اما في الدخل المباشرة البنت في وقتها لو ما عجبتش بيك مش هتتكلم معاك دقيقة واحدة، ودي ميزة تحسب للدخل المباشرة انك ما بتضيعش وقتك مع واحدة مش شايفاك مناسب ليها. دخلة الصالونات دي بقى الدخلة الرسمية، دخلة الصالونات اسم على مسمى، انت رايح تتقدم لواحدة ما شفتهاش قبل كده، مجرد اتقالك عليها من طرف حد من اهلك او اصدقائك او معارفك وقعدت معاها، تعمل ايه ساعتها؟ نبدأ باللي المفروض ما تعملوش، ارجوك ابعد عن جو تقديم السيرة الذاتية بتاعتك، انا اسمي كذا، سني كذا، شغال في الوظيفة الفلانية، بقبض المرتب الفلاني، وعندي شقة 120 متر في المكان الفلاني، بس. ده مش دورك خالص في الموقف اللي زي ده، الكلام ده تقوله لولي امرها لما البنت تدخل دماغك، فتحاول بقى تقنع ابوها بيك بالكلام اللي انت بتقوله ده. اما مع البنت حاول ان انت اللي تسال اكتر من انت تديها الفرصه ان هي اللي تسالك، ساعتها هتضرب كذا عصفور بحجر واحد، هتبعد عن نفسك الاحراج لو انت ما بتعرفش تتعامل، لان ساعتها هتكون هي اللي بتتكلم اكتر. تاني حاجه ان البنت بتحب تتكلم، وخصوصا لما تتكلم عن نفسها، فده هيحببها فيك وهيعلي نسبه قبولك عندها، او على الاقل مش هتتقفل منك. تالت حاجه، بينت ان انت الليدر، انت اللي بتقود النقاش وهي في وضع ان هي بتحاول تقنعك بيها. اما بقى الاسئله اللي ممكن تسالها، اسئله عاديه، عندك كام سنه، بتدرسي ايه، لو اتخرجت بتشتغلي في ايه، هل الشغلانه دي اللي كنت عايز تشتغليها، وابعد عن اسئله هل كان ليكي ماضي او اتخطبتي قبل كده، بلاش الاسئله دي في اول مقابله، دي ليها اسلوب تاني خالص، خصوصا السؤال عن ماضيها تحديدا، لان السؤال ده لو اتسال باسلوب غلط كفيل ان هو يقفل البنت منك ويبوظ الجوازه. ممكن نبقى نعمل فيديو عن الموضوع ده. التظبيط من السوشيال ميديا، جمل كتير قوي تقدر تستخدمها علشان تفتح كلام مع البنت على السوشيال ميديا. كل المطلوب منك بس ان انت تشغل دماغك وما تمشيش تاخد جمله كوبي وعمال ترميها في الدي ام لكل واحده تشوفها. البنت لو ما نزلت صوري على المكان هي فيه هتخش تعلق على المكان، زي انا عارف المكان ده حلو جدا بس الاستاف اللي شغال هناك مش ألذ حاجه، هترد عليك يا اما عندك حق انا فعلا كنت هناك والمعامله ما كانتش لطيفه، او هتقولك انا حسيت عكس كده بصراحه، وهتبدا تجادلك. خش معاها في جدال عادي حتى لو انت ما تعرفش المكان ده فين اصلا، بس كل الفكره انك بتكسر حاجز الكلام في الاول وبتستفزها ان هي ترد عليك. هنفترض ان انت في مدرسه او جامعه والبنت اللي انت معجب بيها جاوبت على حاجه صح، هتدور على حسابها سواء على الفيس او الانستا وهتبعت لها رساله، كان نفسي اشوف شكلك وانت بتجاوبي، ولا كانك الاول على العالم. الجمله دي هتتحسب لك لو البنت بصت على صورتك وعجبت بيك، لان
لانك بالجمله دي عرفتها كذا حاجه. اولا ان انت مركز معاها وعينك عليها، ثانيا ان انت بترفع ثقتها في نفسها بانها شاطره. رساله ثانيه ممكن تبعتها مثلا، هو انت بتذاكري من ورانا او بتحضري المحاضره من ورانا؟ بجد بحسدك على ذكائك يا باشا، انت بتلعب في مفتاح الانبهار دلوقتي. ودي الامثله على قفا من يشيل، ممكن اقعد ساعه معاك في الفيديو ده اتكلم عن امثله ومواقف، بس انا حاولت اختصر لك الموضوع واعرفك الدنيا بتمشي ازاي ومن اين تؤكل الكتف. وبس ده اللي كان عندي اقوله لك. بفكر اعمل جروب على التليجرام يبقى سري باجر رمزي، تقترحوا فيه مشاكلكم وابدا اجاوبكم عليها، منها صاحب المشكله يستفيد والباقي الموجود على الجروب يستفيد من المشكله دي لو حصلت معاه في المستقبل. عرفوني رايكم في الموضوع ده، نعمل كده ولا لا؟ وما تنسوش اللايك والاشتراك، وشكرا على وقتكم الغالي. سلام.